السلام عليكم. بلا شك كلشي عارف بلي الشراء من المواقع الاجنبيه بحال الاكسبريس ولات عليه الضريبه، كتخلصها سواء عند الجمارك او عن طريق شركات النقل كسبيداف ولا البوسطه. لكن اليوم جبت لكم العديد من المتاجر والمنتجات اللي بلا مصاريف اضافيه، يعني غتشري وتخلص في موقع الاكسبريس فقط وغتوصلك السلعه حتى الباب دارك بلا حتى ريال اضافي. لذلك تبعوا خوتي الفيديو حتى الاخير، حيت عندي واحد المعلومه في الاخير غادي نقدمها لكم اللي كيغفل عليها العديد من الاصدقاء واللي تقدر تسبب لكم مشكل وتقدروا تخلصوا الا ما درتوهاش. اذا على بركه الله. بزاف ديال الناس ولاو تيسمعوا كلمه دي دي بي وكيشوفوا مثلا كنحط هاشتاغ دي دي بي وما فاهمين والو، رغم انني فايت حطيت بوست وشرحت فيه المعنى، ولكن بحكم كاين اللي كيدخل جديد وكاين اللي ما كيتفاعلش، داكشي علاش ما كيوصلكمش جميع البوستات. ما فيها باس، غادي نعاودوا شرح جديد ومتاجر جديده كتدعم دي دي بي. فكلمه دي دي بي هي كلمه انجليزيه delivered duty paid، والمعنى ديالها هو انك ما غتخلص باقي حتى شي حاجه من غير الثمن اللي خلصتيه في الموقع اللي شريتي منه. وفي الحاله ديالنا غنهضروا على AliExpress. فبالنسبه لAliExpress البائع الا كان تدعم دي دي بي فكيعني باللي غتخلص في السيت مباشره، ولكن بائع ولا غيتكلف برسوم الشحن، تراخيص الاوراق، وكذلك التامين اللي كيتخلص على الكليات بحال اللي كيكون في موقع شين وبانجود وبعض المواقع الاخرى، ثم المصاريف كذلك الزايده. كمثال الا جات مع ارامكس وتعطلات في الديوانه وكل نهار كيحسبوا عليك واحد الثمن ديال التخزين، فهذا الشيء كامل كيتحملو البائع. وكذلك في حال ضاعت لك الكليه ولا تهرست ولا وقع لها شي حاجه، فكذلك البائع هو اللي كيتكلف بكل شيء. هادشي كخلاصه انت كتعرف تخلص في الموقع وتوصلك للعنوان اللي عطيتيه، وما تخلص لا ديوانه ولا شركات ديال النقل. ومع هذه المقدمه البسيطه هادو هما المتاجر في علي اكسبريس اللي كيقدموا هذه الخدمه. غنخلي لكم الرابط ديال كل متجر مع ذكر المنتوجات اللي كيعرض، ونتمنى اللي فيه تشرى من شي متجر او لا شراء شي منتوج وما خلص عليه والو يحط لنا الرابط ديالو في التعليق ديال هذا الفيديو، باش ان شاء الله هذا الفيديو هو اللي غادي يكون مرجع لنا كاملين اللي كنتقداو من AliExpress. اي منتوج بغينا نشريوه من AliExpress نجيو للتعليق ديال هذا الفيديو ولا نجيو للوصف وندخلوا لدوك المتاجر اللي حاطين الاصدقاء. اذا اول متجر غنهضروا عليه هو هذا، عنده لي بوست راديو ديال السيارات اندرويد اللي كيخدموا الموسيقى. ما عليكم غير دخلوا للستور وتشوفوا اي ماركه عجبتكم وتاخذوها. ثم غندوزو كذلك لهذا المتجر الخاص بالساعات الرجاليه والنسائيه، هذه ماركه معروفه على ضمانتي، معروفه كذلك في السوق المغربيه، وعنده حتى سمارت واتش. الرابط كذلك غنخلي، وهذا هو المتجر ديالو. ثم غندوزو كذلك لهذا المتجر اللي نقدروا نقول عليه باللي جامع جميع الماركات ديال سمارت واتش، عندو لينوفو وكذلك بعض الماركات العالمية الأخرى. حسب الاختيار ديالكم دخلوا واختاروا اللي عجبكم، وراه كذلك كيدعم دي دي بي. ثم غندوزو كذلك لهذا المتجر هذا الخاص بالتي في بوكس. اللي ما عرفش شنو هو التي في بوكس، هو عبارة عن واحد ريسبتور ديال بحال ريسبتور ديال البارابول، لكن هذا كيكون فيه اندرويد، يعني كتانستالي فيه لي زابليكاسيون وكيحول لك التلفازة بشكل عام من تلفازة عادية لتلفازة سمارت تي في. ثم غندوزو دابا لهذا المتجر كذلك للاشاره، البائع ماشي مره ماشي جوج كيقول بانه كيدعم دي دي بي، ولكن الناس اللي كتوصلهم سلعتهم بالبريد السنغافوري يعني كيدوز من البوسطه كيطلبوا لهم واحد الخلاص. السيد كيقول انه غادي يرجع لكم داكشي اللي خلصتو، والعشرات ديال الناس اللي رجع لهم الفارق. فإلا خلصتي شي حاجه اضافيه ما عليك سوى تصور داكشي اللي خلصتي وتصيفطو ليه، هو غادي يعطيك الفرق اللي خلصتي. ثم غندوزو لهذا المتجر كذلك، هذا المتجر خاص بليكيت بلوتوث. فجميع الاصدقاء مؤخرا خصوصا في هذه الاشهر الاخيره كيتقدموا من هذا السطور هذا لانه موثوق وكذلك كيدعم دي دي بي. دخلوا اختاروا اي منتوج بغيتوا من السطور ديالو، راه ما غتخلصوا عليه حتى شي حاجه. ثم غندوزو لهذا المتجر الغني عن كل تعريف، لينوفو جلوبال اونلاين ستور. هذا عنده شي برودويات خاصين خصوصا الاصدقاء اللي كيبغيو يصوروا وكيبغيو شي ميكرو بروفيسيونيل، سبيكر كذلك بروفيسيونيل. فدخلوا لهذا المتجر ففيه عديد من المنتوجات اللي غتعجبكم. ثم غندوزو لهذا المتجر كذلك، هذه الماركه معروفه، عنده رامات الحواسيب وعنده كذلك ديسك دور اس اس دي شي حاجه هاربه، وكذلك عنده لي كارت ميموار، عنده الكلي يو اس بي، وكذلك تيدعم دي دي بي. يعني هذا المتجر غتلقاو فيه اي حاجه بغيتو من هذا الشيء اللي ذكرنا سابقا. ثم غندوزو لهذا المتجر كذلك، هذا خاص بالاقراص تاع التخزين اس اس دي يعني ديسك دور،
وبزاف ديال الناس خداو عنده مؤخرا وصلتهم سلعتهم بلا ديوانه بلا خلاص، زائد السرعه تقريبا اسبوعين كتوصلك السلعه ديالك. ثم غندوزو لهذا المتجر كذلك، هذا متجر قديم عنده تقريبا 10 سنوات في علي اكسبريس، عنده كل ما تحتاجه من ناحيه التخزين، رامات كليس بي كذلك، ديسك دور اس اس دي واللي كيقلبوا عليها بزاف ديال الناس، يعني اي حاجه بغيتيها من هذه المنتوجات غتلقاها عنده وبجوده عاليه وما تخلص عليها والو كذلك. ثم انا غندوزو لهذا المتجر كذلك، حتى هو عنده رامات اس اس دي واي حاجه متعلقه بالحاسوب، يعني اي حاجه بغيتيها في الحاسوب غتلقاها في هذا المتجر. وندوزو لهذا المتجر كذلك خاص بكاميرات المراقبه وكذلك الكاميرات الخاصه بمراقبه الاطفال، اكسسوارات ديال الكاميرات، يعني اي حاجه عندها علاقه بالكاميرات غتلقاها في هذا المتجر. ثم هنا غندوزو كذلك لهذا السطور، هذا المتجر خاص بكاميرات السيارات وليزاكسسوار ديالها، اي حاجه خاصه بهذا الشيء نتاع كاميرات السيارات غتلقاها في هذا المتجر. هنا كذلك ندوزو لهذا المتجر اللي كيقدم لنا منتوج تي في بوكس اللي شرحناه سابقا، هو جهاز خدام بنظام اندرويد كيحول التلفازه لسمارت تي في. ثم غندوزو لهذا السطور كذلك اللي كيعطينا رامات واقراص ديال التخزين اس اس دي كذلك، فما عليكم سوى فبالنسبه لهذ السطوريات تعاودوا بزاف، ما عليكم سوى تدخلوا وتشوفوا المقارنه ديال الاثمنه بيناتهم، اللي لقيتوه دير ثمن قليل حاولوا تاخذوا من عنده. ثم غندوزو الافضل المتاجر والماركات ديال الكيت بلوتوث، شي حاجه فايته الطوب، يعني شي حاجه الطوب ومجربه. المتجر الى سولتيه كيقول لك ما كيدعمش دي دي بي، ولكن اغلب الناس اللي وصلتهم السلعه ما خلصوا عليها والو، اذا كنظن مؤخرا هاد ستور ولا كيدعم دي دي بي. ثم غندوزو كذلك لهذا المتجر اللي عنده اكسسوارات الحواسيب واكسسوارات ديال التليفونات والعديد من المنتوجات الاخرى، نخليكم تكتشفوها ملي تدخلوا لهذا المتجر. ثم غندوزو لهذا المتجر، هو عباره عن ماركه معروفه بينها من السميه ديالو، وصاحب المتجر كيقول بانه كيدعم دي دي بي. غتلقاو بزاف ديال المنتوجات هنا، حاولوا ديروا واحد الدوره، اي حاجه عجبتكم خذوها بلا ما تشاوروا انه كيدعم دي دي بي. دابا غندوزو كذلك لهذا المتجر الخاص بالساعات اليدويه الاوتوماتيكيه، كيدعم حتى هو دي دي بي. وهنا عندنا هذا المتجر الماركه المعروفه بلا ما نهضروا عليها بزاف، راه شاكره راسها، وهو خاص كذلك بالاكسسوارات وجوده كتعتبر رقم واحد تقريبا، ومعترف بها عند الناس ديال الايفون شي حاجه هاربه. وإلا بغيتي تاخذ شي شارجور ديال الايفون فنصيحه خذ من هذا المتجر هذا، لانه كاع الناس اللي خداو من عنده كيقولوا بلي السلعه عنده طوب وما غتحشمكش. اذا خوتي هذو هما المتاجر اللي جمعت لكم لحد الساعه، ولكن كنوعدكم اي منتج اخر ولا سطور اخر تحت عليه فغادي نحاول عاوتاني نزيدو في الوصف ديال هذا الفيديو. كيف قلنا سابقا هذا الفيديو بغيت يكون هو المرجع ديال جميع الناس اللي بغيت تقداو من علي اكسبريس، وقت ما تلفت لك الجريه بغيتي تشري شي حاجه دخل شوف اللين ديال السطوريات، اختار السطور اللي كيعرض المنتوج اللي بغيتي وتوكل على الله بعينيك مغمضي. وكملاحظه اخوتي دائما كنهضروا على المتاجر اللي كتدعم الدي دي بي، ولكن كنغفلوا واحد النقطه اللي مهمه بزاف، دائما فاش تبغيو تاخذوا شي منتوج حاولوا تاخذوا يجي مع سبيد اوف، ابتعدوا عن البوسطة. وهنا في هذه الصوره قدامكم ها هما الاختيارات اللي الا اخترتيهم كتجيك مع البوسطة، وها هما الاختيارات اللي الا اخترتيهم كتجيك مع سبيد اوف. حنا غنختاروا سبيد اوف لان سبيد اوف تابعه لهذا السيستم ديال دي دي بي، ما غتخلص حتى شي حاجه. اما الا اخترتي البوسطة واخا كيكون المتجر كيدعم دي دي بي فراك كتخلص عليه، وهذا هو الاشكال. شحال من واحد تياخذ شي منتوج وكيحط الاصدقاء ديالو اللين تيقول لهم راه خديت هذا وما خلصت عليه والو، ولكن هو اختار سبيد اوف وانت كتجي كتختار البوسطة وما كتكونش عارف وبالتالي كتخلص عليه. لذلك اخوتي انتبهوا مزيان لهذه النقطه لانها كذلك نقطه مهمه بزاف. اذا اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو، الى عجبكم الفيديو دير جيم، ما تنساوش بارطاجيو بارطاجيو لان هذا البوست خصو بصراحه يتبارطاجي. وإلا كانت هذه أول زيارة لك للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالنا وتكون انت الأول في الهوده.